حال إلى حال طبعاً أحسن. سؤالي لنفسي والسؤال اللي لازم نسأله لنفسينا جميعاً، من المسؤول عن هذا التغيير؟ في بعض الناس شايفينه فوق، فوق ده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون الرئيس، ممكن يكون مجلس الوزراء، المجلس العسكري، ممكن يكون الوزير، ممكن يكون رئيس الشركة، ممكن يكون رئيس المكتب، بس محدش قال أنا أحد المسؤولين وأنا مسؤول أولاً وأخيراً على العمل نوع من التغيير. أنا مش هاخد من وقت حضراتكم كتير، إنه في 1974 أنا رحت قرية صغيرة اسمها قرية البسيسة في الشرقية، لأن أنا مولود في الزقازيق، وبعدين هاجرت الزقازيق أو هاجرت من الزقازيق بعد حصولي على الثانوية العامة، ومن وقتها ما رحتش تاني إلا لما قررت إن أنا أروح أخذ قرية صغيرة من القرى التوأم. وأقول لحضراتكم أنا صعدت طبعاً، وأنا بحضر نفسي لازم أقرأ عن الريف والتنمية الريفية وإلى آخره، فصعدت. انت بتتكلم على اللي احنا كنا بنسمعه من الحكومة دايما، ان احنا في عندنا 5000 قرية، وبنحسب الحسابات بقى نورنا كام ووصلنا المجاري لكام والمية لكام. انما انا صدمت بالرقم الكبير لما يسمى بقرى التوابع، لانه لكل قرية من هذه القرى حاجة بيسموها من 6 لـ 8 تابع، وهذا التابع هو مجتمع زراعي صغير، الكتلة بتاعته بتبقى في حدود ولا تزيد عن حوالي 1000 نسمة، يعني بنتكلم على 200 عيلة في حيز لا يزيد عن مئات الأفراد. أنا هسيب الحقيقة ديت لأنه تاريخ اتعمل فيها ما يسمى، وبرضه أقول لحضراتكم للأسف الشديد إن احنا في كل خططنا وفي كل ندواتنا وفي كل مؤتمراتنا بنتكلم على قطع، على خطة، على مشروع، إنما لا نتحدث بالتكامل. من يرى خريطة مصر ويبصلها كلها كده ما يبصلهاش لمحافظة ولا ايه الزراعة وايه اللي بالزراعة وايه الصحراوات والمؤتمرات الجديدة وإلى آخره، هيلاحظ يعني كذا حاجة بتدينا ملامح حتى للتنمية. من يتذكر الوثيقة بتاعت مصر القرن 21 اللي اتكتبت في أيام الجنزور؟ جملة هقولها لحضراتكم: الخروج إلى الصحراء ليس اختيارا ولكنه إجباري، لأنه لا حل لمشاكلنا. جميل اتكلم على تأكل الأرض الزراعية ومال هودي ولادي فين؟ مال هعيش فين؟ يعني ما اديناش الحل. ده أنا أذكر حضراتكم لما جم مجموعة الفلاحين بمجموعة فلوس من بره عشان يستثمروا في بلدهم وفي القرية، ما لهوش حد يساعدهم إلا الريان والإخوة التانيين. ليه؟ لأنه ما حدش قال له أنت معاه 15,000 هديك كمان 50,000 وتعمل البيت بتاعك 3 طنوات. هو بس الأحمر عشان يقول إن أنا عملت نوع من